صراحة أنا ما كنتش أتوقع إن أنا هيجي لي الكلام ده كله، الكلام الحلو ده كله من ناس أصدقائي وغير الناس الأصدقائي. أنا كابتن نصار العدلي من قرية صندبسط مركز زفت غربية. ولا رحت أكاديميات ولا كان في أيامنا بتاع، كنا بنلعب في الحوارف وفي الشوارع وفي حتت فاضية في الشوان، لغاية ما الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني برئيس نادي صندبسط الأستاذ سمير علي. شافني بلعب وراه في النادي كده وحافي، قال لي ما تيجي تلعب معانا في مركز الشباب. الحمد لله رب العالمين ماتش اتنين ما صدقش ان انا بلعب اللعب ده. كنا بنلعب ماتش في الاقاليم تبع مركز زفتة، جبت جول الحمد لله رب العالمين. كنا في سنة 91 باكورد في عملاق من عمالقة الصراع، من عمالقة جوان زفتة، هو طبعا الكابتن وحيد زمزم من حنون. عشان تجيب جون في وحيد زمزم دوت تبقى انت دخلت التاريخ. فكان بيحكم الماتش دوت طبعا الله يرحمه ويغفر له يا رب ويوسع له في الجنه الكابتن مرعي، قال لي طب انا حابك تيجي تلعب معانا في زفت وتعالى بكره. فروحت الحمد لله رب العالمين من اول صراحه من اول تمرين وهم حاطوا عينهم عليا، عيني حلوه على الجون، ولعبت فيرويد اساس سنتر فيرويد اساسي. فلعبت في زفت سنه 2 3 طبعا الهداف، ما فيش ماتش انا ما اجيب جون اتنين اللي هم عاوزين. ففي سنه كان في صعود عايزين يصعدوا بقى وعملوا جد، فجابوا مدرب كبير اسمع عنه، كنت اسمع عنه طبعا والناس كلها عارفاه في الغربيه، يسمى الكابتن صلاح محسن. فقال لي الشغل ده ما ينفعش معايا انت لازم تعمله. قلت له يا كابتن صلاح انا متعود، انا راجل ببذل شغل والحمد لله رب العالمين بعمل لياقه، فمش فاضي ان انا اجي تمرينات. قال لي لا مش هينفع، احنا عندنا ماتش ودي وكده ولازم تلعب. قلت له انا هلعب معاك الماتش ودي النهارده. كنا بنلعب ملاك كفر الزيات. قلت له حضرتك انت عاوز كام جول؟ قال لي على طول كده. قلت له الناس اللي جاب شنط ديت والناس اللي جابت بس مكيف، انا شغال من الفجر مصلي الفجر وجاي الحمد لله رب العالمين فيها صحه ان انا اجيب جون واثنين. قال لي طب يعني هجيب جونين؟ قلت له نجيب جونين ان شاء الله. فالحمد لله اول لقاء كان مع كابتن صلاح محسن، جبت جونين اتنين برضه. فعجب بيا الصراحه، قال لي عدلي زي ما انت عاوز، عايز تيجي تمرين ماشي، ما تجيش بسم الله ما شاء الله عليك انت، ولا عاوز حد يوجهك انت بتعمل، لان انا كنت يعني عندي وافر في اللياقه. صعدنا للدرجه الثانيه، فما فيش ماتش يعدى لما اجيب جون اتنين. فانا فيرود الراجل فيرود اللي ما يجيبش جون في ماتش بيبقى زعلان جدا. وطبعا انا معايا ناس لعيبه كبيره بتخدم عليا في الفيرود، بيترجم مجهود زمالته كلهم. اذا الفيرود اتدلع كل اللي احنا بنيناه من ورا من اول حارس المرمى من اول المدرب الاداري ضاع. كان جايبين معد بدني الكابتن شفيق عفيفي من الصنطة، مسكني 15 يوم خلى عضلات جسمي كلها عباره عن حديد صلب، المدافعين بقى يخبطوا فيها رجلهم توجعها. جير صديق ليا الكابتن عماد صقر قال لي بقول لك يا عدلي هنا تضيع وقت، ما تيجي تلعب معانا في اتحاد الشرطه وكده، فربنا يوفقك هناك احسن من اللي بزفت، الناس هنا مش هتشوفك. وسافرت مع كابتن عماد بعربيته الخاصه ونزلنا الدراسه، ورحت فوجئت حتى كان بيلعبوا فريق اسمه البلاستيك ماتش ودي. فنزلت اخر ربع ساعه الحمد لله رب العالمين تحركاتي وايجابياتي، ما جبتش جوان بس ايجابياتي على الجون وضغطي على المساكين خلى اللي بره يحترمني ويقول ده فيرود فعلا. فرد كابتن عماد مقوله شهيره قال لهم ده حسام حسن الغربيه، قال لا فعلا هو مقومات حسام حسن فعلا. وانا كنت طبعا انا اشوف حماس حسام حسن دوت يعني اجي اتفرج حتى على حسام حسن تبص تلاقي فيها شعري طقطق كده. ليه؟ لان احب انا الحميه دي بتاع حتى لما اجي اضرب حد واجي اشوط او اجيب جون بيحصل لي حميه كده.